أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه القاعدة الصحيحة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، وما حكم من أنكرها؟ يا أخي، هذه مسألة أصولية وقال بها أئمة كثيرون، وأما أن فيها من خالف ما يضر، هذا فيه من خالف، لكن هي قاعدة معروفة عند العلماء. نعم.